السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهارده هناخد مساحة المعين. مساحة المعين بتساوي نص طول القطر في طول القطر، زي ما احنا خدنا في مساحة المربع وقلت ان مساحة المربع بالاقطار بيساوي نص القطر في طول القطر، طيب الاقطار في المربع متساوية، طب تعالوا كده نشوف المعين. المعين هو اضلاع كلها قد بعض، يعني الاربع اضلاع قد بعض، بس الاقطار مالها؟ الاقطار متعامده. هل متساويه؟ تعالوا كده نبص نلاقي القطر ده اطول من القطر ده، يبقى الاقطار غير متساويه. يبقى القانون بتاعه بيقول ايه؟ نص القطر في طول القطر الاخر، يعني اجيب نص قطر واضربه في طول القطر الاخر التاني. تمام كده؟ طيب لو انا مش معايا اقطار وعايز اشتغل بالقاعده والارتفاع، يبقى اقول مساحه المعين بتساوي طول القاعده في الارتفاع المناظر لها. هنتعامل معاه كانه متوازي اضلاع، هقول له طول القاعده في الارتفاع المناظر لي. طيب لو انا عايز اجيب طول القاعده هقسم مساحه المعين على الارتفاع. طب لو عايز الارتفاع هقسم مساحه المعين على طول القاعده. طيب قلنا هنا كده في الملحوظات ان المعين جميع اضلاعه متساويه في الطول، وان المعين الاقطار متعامده وغير متساويه، والاقطار بتنصب كل منهما الاخر. يعني ايه تنصب كل منهما الاخر؟ يعني انا لو معايا القطر ده بسته يبقى ده بثلاثه وده بثلاثه، لو ده مثلا باربعه يبقى ده باربعه باثنين وده باثنين، يبقى الاقطار طالما قسموا بعض عملوا لي عمود، او الاقطار عامه بتنصف كل منهما الاخر، يعني بتقسم الثاني لنصين. طيب تعالوا كده نحل مسائل ونشوف مع بعض. بيقول لي هنا اكمل معين طوله قطرين 12 سم و 4 سم، فاذا مسحته هقول له هنا قانون المساحه هيديك ايه؟ اقطار. يبقى اقول له مساحه المعين بالسالب نص القطر في طول القطر الثاني، يبقى انا اقول له نص مثلا ال 12 في 4. طب لو انا عملتها نص في 4 في 12 هي هي ولا لا؟ طبعا هي هي. هقول له نص ال 12 6 في 4 في 24 سنتيمتر مربع. طيب هي هي طبعا هنا نص ال 4 2 2 في 12 ضرب 24 سنتيمتر مربع. طيب نخش على المسألة الثانية، بيقول لي إن المعين محيطه 80 سنتيمتر وارتفاعه 16 سنتيمتر، عايز أمسحه. استنى كده، هو بيقول لك محيطه بكام؟ ب 80. محيطه ب 80، يعني أنا أعرف أجيب من المحيط ده إيه؟ هو محيط المعين طول الثلاث في 4 زيه زي مين؟ زي المربع. يبقى أقول له هنا الأول أنا هفك القانون ده عشان أجيب منه طول الضلع. هقول له هنا طول الضلع بيساوي المحيط على 4، مش احنا متعودين في المربع ان المحيط بقسمه على 4، يبقى برضه في المعين هقسم المحيط على 4، يبقى 80 على 4 فيها 20 سم عشان اجيب طول الضلع. طب انا عايز اجيب المساحه، يبقى اقول له هنا المساحه بالسالب طول الضلع اهو في الارتفاع المناظر ليه اهو، يبقى اقول له 20 في 16 بيساوي هنزل الصفر و2 في 6 ب 12 معايا 1، 2 في 1 ب 2 و1 3 سنتيمتر مربع. خلي بالك ان اي مساحه بالمربع، طيب معين طوله قطرين مديك اقطار، ادي قطر وادي التاني، عايز اشوف المساحه، يبقى اقول له هنا المساحه بالسالب نص القطر في طول القطر، يبقى نص في 12 ونص في 14. طب يا بس هو انا اعرف اجيب نص ال 12 ونص ازاي دي؟ طب انا اقول له اسهل لي اجيب النص واضرب في الضرب واجيب النص ال 14، يعني انا ممكن اشتغل النص ده مع الرقم ده او مع الرقم ده. هقول له نص ال 14 كام؟ نص ال 14 7 في 12 ونص واضرب 5 في 7 ب 35 معايا 3، 2 في 7 ب 14 15 16 17 7 معايا 1، 1 في 7 ب 7 1 8. العلامة بعدها رقم، يبقى احطه بعد رقم سنتيمتر مربع. طيب هنا بيقول لي معين مساحته 16 سنتيمتر مربع وطوله احد قطرين 8 في قطر منهم ب
السطر الثاني. استنى بقى يا عم، انا اقول الاول هو المساحه بتقول ايه؟ نص القطر في طول القطر، يبقى اقول له هنا المساحه بالسالب نص القطر في طول القطر الثاني. طب انا عايزه قطر من، عايزه القطر الثاني، يبقى اقول له هنا طول القطر الاخر بسالب 2 في المساحه على القطر الاول بيساوي، هي المساحه هنا بكام؟ 16، يبقى قلنا 2 في 16 على 8. هطرح هقسم هنا على ال 8 فيها الواحد، على 8 فيها الاثنين، 2 في 2 ب 4 سنتيمتر، يبقى القطر هنا طلع بكام؟ ب 4 سنتيمتر. طيب بيقول لك ايهما اكبر مساحه؟ مساحه مستطيل طوله 8 سم وعرض 4 سم، ام مساحه معينه طول قطري 6 سم و4 سم؟ هقول هنا مساحه المستطيل بيساوي طول في العرض، مساحه المستطيل بيساوي الطول في العرض، واخدينها من زمان قوي، يبقى 4 في 8 32 سنتيمتر مربع. طيب مساحه المعين مديك اقطاره، يبقى انا هقول له هنا مساحه المعين بالسالب نص في 6 في 4، نص 6 كام؟ 3، 3 في 4 بتساوي 12 سنتيمتر مربع. يبقى مين اكبر في المساحه، المستطيل ولا المعين؟ المستطيل 32 لكن المعين 12، يبقى اقول له مساحه المستطيل اكبر من مساحه المعين. وبكده يبقى انتهينا من درس مساحه المعين.